دائما بقول انه نحن صوت من لا صوت له. هلا البلد نقطه كثير مهمه، نحن اذا تركناها للناس اللي مثلنا القدرانين يكونوا قدرانين يكونوا نوعا ما انسانيين بالدرجه الاولى ومدنيين بالدرجه الثانيه، لمين حتنترك؟ حتنترك للناس المسلحه اللي عم تشتغل في البلد مثل ما بدها. مهم نضل نشتغل عمل مدني حاليا لانه هو الطريقه الوحيده حاليا لنحنا نقدر نمتص شويه شغلات موجوده بالناس وهيك نخفف من الحرب الموجوده حاليا، وبنفس الوقت لحتى نبني الطريق لسوريا الجديده. ما فينا نتخلى عن هذا العمل. الحل الوحيد لخروج سوريا من الازمه انه نحنا يصير عنا تعدديه بكل معاني التعدديه. الحل بالحريه اساسا. انا ما بحلم اني انا بس وقف الحرب، اكيد انا بدي وقف الحرب، بس ما بدي بس توقف الحرب وأنا أرجع مثل قبل. بحلم باليوم اللي يصير فيه عدالة، عدالة لكل السوريين. أي حدا دفع ثمن هاي الحرب لازم ياخد حقه منها، وما ننتقل لمستقبل جديد بدون ما نحقق العدالة منها.